يقول السائل: كيف تكون صيغة التهليل فوق الصفا والمروة بشيء من التفصيل بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي خرج من باب الصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أبدأ بما بدأ الله به. ثم صعد الصفا عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الكعبة، لأن الكعبة في ذاك الوقت كانت ترى من فوق الصفا لأن ما فيه بنيان يسترها، حتى رأى الكعبة ثم استقبلها ورفع يديه ودعا وهلل وكبر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودعا صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه، فيدعو المسلم بما تيسر، إذا كان ما يحفظ دعاء مخصوص يدعو بما تيسر. وأما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكرر هذا 3 مرات، فهذا كل يعرفه ولله الحمد، ويضيف إليه ما تيسر من الدعاء، ثم ينزل إلى المروة. فإذا وصل المروة صعد عليها وتوجه إلى الكعبة واستقبلها وقال مثل ما قاله على الصفا.